مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي يحاور. النهاردة عندنا عدد من الأخبار والتقارير والموضوعات المختلفة والمتنوعة المرتبطة بالنادي الأهلي على مستوى كرة القدم ونشاط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى مستوى الخدمات والتطوير والإنشاءات ومقار النادي الأهلي والفروع المختلفة. بنحتفل طبعا في هذه المرحلة النادي الأهلي وقناة الأهلي وأعضاء النادي وجماهيره أيضا بمرور 3 سنوات على تأسيس فرع الشيخ زايد، وإن شاء الله يشهد مزيد من النهوض والتطوير والإنشاءات والخدمات على كافة المستويات ويكون جزء من منظومة أو يأتي في إطار عام. بنشهده في هذه الفترة في اهتمام كبير من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب للتطوير بشكل عام، سواء في النادي الأهلي في الجزيرة أو في أي مقر آخر أو فرع آخر من فروع النادي الأهلي، مع كمان الاتجاه للإنشاءات الجديدة ومشروع القرن أو مدينة الأهلي الرياضية وفرع التجمع الخامس، وكلها أخبار سارة ومبشرة إن شاء الله تسير وفق الخطط الموضوعة لها هندسيا وإنشائيا وزمنيا واستثماريا وتمويليا في الفترة الجاية، وتكون ناجحة وموفقة ومنضبطة في المدى الزمني المخطط لها وفي دقة التطوير والتشييد والتنفيذ بالشكل المرضي لأعضاء النادي ولجماهيره واللي بتعلن اهتمامها الكبير به طبعا كل الكوادر والخبرات الموجودة في مجلس الإدارة الحالي. عندنا كمان لقاء مهم جدا للأهلي يحاور النهاردة، هيكون التركيز الأكبر فيه على مشوار واحد من أبرز النجوم في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم المصرية بما قدموا من عطاء وبأرقام قياسية وعدد قياسي من الألقاب والبطولات والإنجازات حققها مع النادي الأهلي وبشكل خاص مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي نجمنا الكبير الكابتن أسامة عرابي. هيتكلم عن بدايته، مشواره، دخل إمتى وإزاي النادي الأهلي وبدأ أولى أيام التدريب والتعرف على هذه القلعة الكبيرة في مجال الرياضة عربيا وعالميا وطبعا بشكل خاص على مستوى الرياضة في مصر، وأيضا ما حققه، كيف يرى الإنجازات اللي حققها وأبرز البصمات والخبرات والشخصيات والمدربين اللي تأثر بيهم خلال مشواره وصولا إلى مرحلة الاعتزال، اعتزال اللعب والتواجد داخل الملعب وداخل المستطيل الأخضر وبدء مراحل أخرى بيستفيد بيها من خبراته السابقة ويصقلها ويمارس خبراته الجديدة كمدرب، سواء مدرب عام أو مدير فني، في مختلف التجارب السابقة اللي مر بيها كمدرب في مجال كرة القدم. أيضا نتحدث في اتجاهات كثيرة مع الكابتن أسامة عرابي عن رأيه في الاستعدادات، ذكرياته عن المشاركة في كأس العالم، وأيضا استعدادات منتخبنا الوطني لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا إن شاء الله، ورأيه في المباريات الودية وشغل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني هكتور كوبر، وأيضا شكل وأداء وخطط والأسلوب الفني اللي ظهر عليه وظهرت عليه شخصية منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المباراتين الوديتين الأخيرتين، سواء مباراة البرتغال أو مباراة اليونان، وأيضا توقعاته لباقي برنامج الإعداد والمباريات القادمة وكيفية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بها وصولا إلى ما يحقق أعلى درجة ممكنة من التفاهم والتجانس بين اللاعبين وكفاءة الأداء فنيا وبدنيا خلال مشاركتنا في المباريات الرسمية إن شاء الله. بنتكلم أيضا عن دائما أبدا في مطالبات في إطار العلاقات الأكثر من رائعة اللي بتربط النادي الأهلي بباقي المؤسسات والأندية الرياضية في مصر وفي العالم العربي، في السعودية، في الإمارات، في كل مكان. دائما أبدا هناك مطالبات بالتواجد والمشاركة لمختلف الفرق الرياضية اللي بتمثل النادي الأهلي والرياضة المصرية في محافل ومناسبات رياضية خاصة جدا، ومنها المباراة الأخيرة اللي انتهت بفوز الأهلي 4-1 على فريق شقيق وصديق للنادي الأهلي هو فريق الفجيرة الإماراتي في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس النادي ومرور 50 عام على تأسيس النادي الإماراتي الشقيق نادي الفجيرة. هنتكلم أيضا في اتجاهات كثيرة عن كرة القدم والنهوض بشؤون كرة القدم والناشئين وقواعد الناشئين في مصر وكيفية تطوير منظومة كرة القدم للاقتراب أكثر من دائرة الاحتراف ودائرة الاستثمار الصحيح في مجال الرياضة المتعارف عالميا أنها بتزيد وبيزيد الاهتمام بها وضخ مبالغ مالية واستثمار مبالغ طائلة فيها، وده اللي احنا بنشهده في العالم كله، وبدأ يكون في اتجاه للتقارب مع هذا المستوى على مستوى الرياضة المصرية، ودائما أبدا اللي بيقود هذه المسيرة والرائد في هذا الاتجاه هو النادي الأهلي. خلونا نتكلم شوية عن بعثة النادي الأهلي في الإمارات اللي وصلت بالفعل إلى القاهرة بعد المشاركة في هذه المباراة الودية مع فريق الفجيرة الإماراتي واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-1، وأيضا بتكون هناك فرصة كبيرة جدا لتجربة عدد من العناصر التي لا يتسع المجال أو لم يتسع لمشاركتهم خلال الفترة اللي فاتت الوقوف على مستواهم، تجهيزهم للفترات الجاية اللي ممكن يكون في فرصة للاحتياج لهم في الملعب في مباريات رسمية سواء محليا أو أفريقيا، وأيضا تجهيزهم واقتراب
تضربهم أكتر من المشاركة ومن حساسية المباريات عشان يكونوا في أفضل حالة ممكنة فنيا وبدنيا عندما يتم الدفع بيهم في أي لقاء رسمي أو مهم أو مؤثر. وبالتأكيد غاب عناصر أو عدد كبير جدا من العناصر المهمة، لاعبين أصحاب الخبرات ولاعبين الدوليين غابوا عن هذا اللقاء الودي في الإمارات. وهنتعرف أكتر بعد قليل مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن هذه الرحلة واللاعبين وخبراتهم وما أهمية وما اكتسبوه من خبرات ورؤية الجهاز الفني لكيفية الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه اللقاءات، وده اللي هنسمعه بعد قليل مع حضراتكم من خلال لقاء وحوار تم إجراؤه مع الكابتن حسام البدري خلال تواجد البعثة في الإمارات. أكيد المباريات الودية، يعني النهاردة كوبر لو خدنا مثال وعملنا قياس بين النادي الأهلي ومنتخب مصر، أكيد كوبر كمان بيستفيد بالشكل الأمثل وجهازه الفني من المشاركة في عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى. أعتقد الكل هيجمع على أنه أهم محطتين في مشوارنا في مبارياتنا الودية وفترة الإعداد والتجهيز لكأس العالم هتكون طبعا مباراة البرتغال اللي انتهت بالفعل، ومباراتنا مع المنتخب البلجيكي اللي مصنف حاليا كواحد من المنتخبات اللي بتضم عناصر قوية جدا وأكثر من رائعة وموجودين بصفة أساسية وبيشاركوا بشكل أساسي ومؤثر في عدد من أفضل وأقوى وأشهر أندية العالم. وعشان كده بنقول إن مش كل المنتخبات اللي بنواجهها بتكون على نفس الدرجة من المستوى ومن الخبرات وأسمائها متدرجة في تقييمها الفني وفي عدد اللاعبين المحترفين والنجوم بلغة كرة القدم الموجودين في بين منتخب وآخر. بتختلف هذه الأعداد وتأثيرها في الملعب، وكل ما زادت الخبرات اللي بنواجهها قبل كأس العالم بالتأكيد ده بينعكس كمان بشكل إيجابي على اللاعبين لأنهم بيكتسبوا خبرة أكتر بالاحتكاك مع مدارس متطورة كرويا ومتقدمة ومع لاعبين أصحاب خبرات هيكونوا منافس قوي في المباراة الودية، وهيفكروا اللاعبين أو هيقدموا لهم مشاهد ومواقف مشابهة للي هيمروا بيه إن شاء الله في كأس العالم. طبعا احنا في نفس الوقت في اي وقت خلال هذه التغطيه بالتاكيد لو عندنا اي جديد او اخبار تتعلق ببدء عمليه الفرز الخاص بالاصوات مع نهايه عمليه التصويت في الانتخابات الرئاسيه ومع نهايه اليوم الثالث من الايام المخصصه للتصويت في الانتخابات الرئاسيه في مصر 2018 بالتاكيد هنكون حريصين على متابعه الامر وطبعا تقديم الارقام كما ترد الينا، ولكن ارقام مؤكده ورسميه اول باول في اي بيانات رسميه بتصل الينا يمكن الاعتماد عليها خلال وقت البرنامج، ومد حضراتكم أيضا بكل النقاط وبكل المعلومات الخاصة بما يرد إلينا دقيقة بدقيقة عن عملية الفرز وعن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر 2018. هنتكلم كمان مع الكابتن أسامة عرابي عن بعض الأمور المتعلقة باللاعبين الأقرب إلى الكابتن أسامة عرابي. هل هناك لاعب محدد يعتبر أنه الأقرب له أو خلفته في الملاعب؟ في تشبيهات خاصة جدا بينه وبين واحد من نجوم الجيل الحالي في النادي الأهلي، هل هو متفق مع الآراء دي ولا لا؟ وهل هو شخصيا بيطلق على هذا اللاعب انه خلفته وانه الأقرب الى اسلوب أدائه والى حجم وعدد مشاركاته وعدد المباريات اللي شارك فيها والبطولات والألقاب اللي احرزها مع النادي الأهلي ولا لا؟ ايضا هنسأل عن تجربة اكثر من رائعة المفروض انها مثال يحتذى في عالم كرة القدم، ازاي لاعب يقدر يحصد اكثر من يعني او يشارك في اكثر من 400 مباراة مع فريقه ويحقق عدد كبير جدا من الألقاب تخطى 28 بطولة مع النادي الأهلي ويظل في الملاعب مؤثر ومطلوب مشاركته بصفة أساسية وبشكل وبنسب كبيرة في المباريات حتى عمر 38 عام. بالتأكيد دي تجربة تستحق الوقوف عندها لأنها ممكن تبقى مثال مؤثر جدا لأطفال ولشباب ولناشئين ممكن يشوفوا التجربة ويستفيدوا منها في مشوارهم مع الحياة الرياضية وبشكل خاص مع كرة القدم. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وطبعا بعثة النادي الأهلي في الإمارات ولقاء تم إجراؤه مع الكابتن حسام البدري.